أكدت السيدة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن جمهورية مصر العربية الشقيقة تواصل جهودها في تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وبينت الوزيرة أهمية التركيز على استثمار مصر في قطاع الأمن الغذائي خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الدولية. بدأنا في وضع الخطة الإصلاح الهيكلي اللي هي بنركز فيها على الاقتصاد الحقيقي. الاقتصاد الحقيقي اللي الاقتصادات بتستند إليه دايما هو قطاع الزراعة وقطاع الاتصالات، بالإضافة قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات كأحد المكونات المعجلة لعملية التنمية، هو أكسلريتر لعملية التنمية. فيمكن إحنا كنا سابقا على هذا، كنا بدأنا استثمار بشكل كبير جدا في البنية التحتية المعلوماتية عشان نعجل من الاستثمار في قطاع الاتصالات، والحقيقة نفعنا جدا وقت كوفيد إن إحنا كنا زي ما حضرتكم شفتوا كنا بنجتمع بشكل افتراضي، بنعمل اختباراتنا بشكل افتراضي، بنلتقي بشكل افتراضي، فده كان ساعد بشكل كبير جدا في قضية الأمن الغذائي. ومصر دولة كبيرة، أيضا كان هناك التوجه ورؤية القيادة السياسية أن احنا نبتدي نؤمن احتياجاتنا من الموارد والسلع الاستراتيجية على الأقل لمدة 6 أشهر أقل شيء في عدد من المحاصيل، بالإضافة إلى يعني أشهر أكثر في أمور أخرى. وفي نفس الوقت احنا كمان نتوسع في الزراعة الخاصة بالقمح، ان حركة النهاردة بتقدر ان انت اولا بتنوع المناشئ اللي بتجيب منها الواردات، ولكن لابد ان انت تشتغل على ان انت تبتدي تنتج داخليا لدولة لها حجم سكان 103 مليون مواطن، بنزيد ب 2.5 مليون مواطن كل سنة، فضرورة زراعة القضايا او السلع الاستراتيجية الاساسية ده كان من امور الملحة. عشان كده التوسع، بدأنا نتوسع في مناطق في 1.5 مليون فدان اللي بيتم في الدلتا الجديدة لزراعة محاصيل القمح الاستراتيجية، فتقدر ان انت تقلل حجم وارداتك. هنصل بإذن الله في خلال عامين الى 65% الانتاج اللي بيغطي احتياجاتنا الاساسية، وبالتالي ده طبعا يعتبر طفرة كبيرة انك تزيد في 15 سنة مع الزيادة السكانية في 15 أسفة في سنتين 15% مع الزيادة السكانية، ده يعتبر يعني إنجاز كبير جدا. حجم التوسع الذي تقوم به مصر في الاستثمار في الزراعة وفي الإنتاج الزراعي ده في كافة المجالات ده شيء مهم، ولكن هنا أنا بؤكد على التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاستفادة من المزايا التنافسية الموجودة، ده بيساعد في الإسراع بتوفير احتياجاتنا الأساسية.